فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حلقتنا عن التوكل على الله وعن تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأبدأ مع فضيلتكم بتوضيح هذه المصطلحات، ما معنى حينما يقول العبد وأفوض أمري إلى الله، ما المراد بهذه الكلمات؟ أريد قبل أن أجيبك عن هذا السؤال القيم أن أقول مقدمة متعلقة بهذا اللقاء الطيب. قالوا الفضيلة وسط بين طرفين، والحقيقة وسط بين نظرتين. نعم. والإسلام وسط بين نوعين من المبالغة، سلبا أو إيجابا. فلذلك كلمة الإسلام وسطي، هو ما في إسلام وسطي، في إسلام فقط. حينما فهم الإسلام فهما غير صحيح، في مبالغة بالفكر على حساب السلوك أو السلوك على حساب الفكر، ظهر إسلام توسطي. فلذلك نحن نريد الحقيقة، والحقيقة هي الهدف. والإنسان يعني حينما يعرف الحقيقة عرف كل شيء. والحقيقة الدقيقة أن تعرف الله خالقا مربيا مسيرا. فكما تفضلت السؤال، نعم، وأفوض أمري إلى الله، ما المقصود بهذه الكلمات دكتور؟ حينما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، أنت طبقت هذه الآية، فوضت أمري إلى الله. أما الذي يتكاسل في الأخذ بالأسباب ثم يفوض، لا معنى لهذا التفويض. طب ما معنى التفويض أصلا دكتور؟ التوكيل. أنت كائن إدراك محدود، الفهم محدود، القوة محدودة، أنت بكل شيء محدود كإنسان. أما خالق الأكوان مطلق، بيده كل شيء، قادر على كل شيء. يعني الإله مطلق والإنسان محدود. هذا الإنسان إذا فوض أمره إلى الله انتقل من حالة محدودية إلى حالة مطلقة. يعني مهما يكون العدو قويا، الله أقوى. فإن فوضت أمرك إلى الله أعانك على انتصار. مهما تكون الأمور يعني جافة في الحياة، الله بيده كل شيء. الموضوع دقيق جدا. أنت إذا فوضت الله ملكت كل شيء بهذا التفويض. فإذا ابتعدت عن الله عز وجل، الإنسان إذا ابتعد عن الله خسر كل شيء. الله هو كل شيء. الإنسان يحب الكمال والجمال والنوال. أي إنسان بالأرض بالستة لا بالمليارات ممليارات من مليارات من البشر، كلهم يريدوا التفوق العطاء. لكن من هو الذي يحقق النجاح الحقيقي؟ الذي استعان بالله عز وجل، فوض أمره إليه. لكن أنا لا أفهم التفويض إلا أن تطبق أمره أولا ثم تفوض ثانيا. إن لم تطبق في مشكلة. طيب إذن المراد بمصطلح وكلت أمري أو فوضت أمري الله أنني استعنت بالله ليعينني على نعم حاجة. هذا الناقص. نعم. المحدود بكل شيء استعان بالمطلق فحقق كل شيء. جميل. المعركة أوضع شيء، الله ينصر أيام الأمة المؤمنة القليلة على أمة كثيرة، التغى العدد. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. حتى الشيء اللي يقف الناس عنده مليا، الاختراع، الإبداع، قال عنه العلماء قفزة في المجهول. طيب من لمع، ما الذي لمع أمامك حتى رأيت الحقيقة؟ الله عز وجل هو المبدع، هو الذي أوحى لك بالفكرة. نعم. أي إنسان أراد الإبداع التفوق قد تلمع أمامه فكرة من فعل الله عز وجل. لذلك قالوا الإبداع قفزة في المجهول، قفزة. الإنسان محدود بمعلوماته، بخبراته، بتجاربه، بدراساته، بمعلوماته. أما حينما يستعين بعلم الله، بقدرته، بتوفيقه، بقيوميته، بربوبيته، بألوهيته، صار أقوى. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك،
ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. جميل جدا جميل جدا. طيب دكتور، إذا التفويض والتوكل هو أن تسلم أمرك اعترافا أنك ناقص كبشر إلى الله الكامل المطلق سبحانه وتعالى. ما الأدب في التفويض؟ أن تأخذ بالأسباب. لا تتعارض دكتور مع فهمنا لفكرة التوكل؟ أن ربنا الضار والنافع. قال له يا هذا جمل أجرب، ما تفعل بهذا الجمل الأجرب؟ سيدنا عمر، عمر بن الخطاب، قال له والله أدعو الله أن يشفيه. قال له هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ سيدي أنا حأقول كلمة، هذا تمام التوكل، لعل أخطر كلمة به اللقاء. مشكلة المسلمين يتواكلون ولا يتوكلون، بمعنى أنهم يتوهمون أنهم يعني مقربون إلى الله، لكن الله عز وجل لا يريدك أن تكون متواكلا كسولا. ما هو التواكل دكتور؟ التواكل أن تقول توكلت على الله دون أن تأخذ بالأسباب. هذا تواكل؟ طبعا طبعا، مع أنني مرتبط بالله. طب ما لا، هذا كلام. أما الله أمرك، الآمر الإله الرب، قال لك خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله أي علي وكأنها ليست بشيء. يعني مثلا أنت مسافر إلى العقبة بمركبتك، أنا أقول أنت كمسلم كمؤمن تبتغي رضوان الله، بتراجع كل شيء بالسيارة، المحرك، الزيت، القشط، العجلات، الهواء بالعجلات، بتراجع كل شيء، وبعدها وأنت في أعلى درجات الافتقار إلى الله تقول يا رب أنت المسلم احفظني. شوف، الذي قال أنت المسلم وما راجع شيء ارتكب معصية، هذا متواكل، معصية لم يأخذ بالأسباب، والذي أخذ بالأسباب واعتمد عليها خرج من الإيمان. قال لها عفوا، الله أكبر، تقريبا الغرب أخذ بالأسباب بأعلى درجة لكنه ألهها واعتمد عليها، وقع في الكفر. الشرق لم يأخذ بها أصلا وقع في المعصية. فأنا أرى هاللقاء خطورته يغطي كل شيء في حياتنا. بدك زوجة صالحة، مو أول امرأة بتتزوجها، بحاس يا أخي، اسأل عن أهلها، عن بيتها، عن مبادئهم، عن قيمهم. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وحينما تتخذ قرارا تقول يا رب الذي كلفتني به أجريته، بحثت وسألت، الآن هذا علمي به، هذا علمي بذلته، أسألك أن تقسم لي ما هو لصالحي. يعني تأخذ بالأسباب وكأن كل شيء، ثم من أخذ بالأسباب، بالأسباب وحدها دكتور لها خرج من يعني من كمال الإيمان، معنى من التقييم، ألهها واعتمد عليها ولم يعتمد على الله. ومن اعتمد على الله دون أن يأخذ به عصى الله. طب هذا للمتعمد دكتور صح؟ نعم. يعني مثلا عندي امتحان يوم غد فأقول أنا لن أدرس وأنا وكلت أمري إلى الله سبحانه وتعالى وأدعوه أن ينجحني، هذه معصية. إلا أن الإنسان حينما يكون عند الله معذورا بضعف أخذه بالأسباب ويعلم الله منه ذلك يعينه. بنفس المثال تاع الدراسة دكتور عفوا، أنا تعمدت ترك الدراسة، هذه معصية. أذكر تماما أنه إنسان شاب في الشام بار بوالديه، بر غير طبيعي، وعنده شهادة ثانوية وهي شهادة مصيرية عندنا، نعم، بتحدد مصيرك، طب أو طب أسنان أو مهندس أو 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 إلى آخره. وقبل الامتحان بعشرة أيام، لا قبل الامتحان بشهر تقريبا، والده مرض مرض شديد، وتقتضي بنوته لأبيه وبره بأبيه أن يتفرغ لخدمته. اتفرغ شهر 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 على حساب الدراسة، ما عاد درس، نعم، أنه من طبيب لطبيب تحليل إلى آخره. بي عشرة أيام يعني الأب تحسنت حالته، بدأ يقرأ، والله نجح. قال لك كيف نجح؟ والله ما بعرف، بس لعل الله عز وجل إكراما له لبر والديه كأنه دون أن يشعر توجه إلى موضوعات المهمة. أنا مؤمن بها، هي كرامة صارت.
أنت حينما تؤثر طاعة الله هناك احتمالان، إما أن تدفع ثمن هذه الطاعة ولك أجر في الآخرة كبير، أو أن الله إكراما لك نوع من الكرامة ييسر لك النجاح بشكل أو بآخر بدلا من هذا العمل الصالح إيه؟ مكافأة عليه أبداً. لكن هذا الدكتور لمن أصلا كان يسير في الدراسة وتعطل لطارئ. نعم. لكن لو إنسان من البداية دكتور مقصر ولا يدرس والله وكان برا بوالديه لا ينجح، ما بيكفي. ولو كان برا بوالديه ما بيكفي والله. لا بر بولي الحالة، أما إذا كان بره بوالديه منعه أن يدرس موضوع تاني، وهو هذا شيء استثنائي. استثنائي جميل. هنا يكون تمام التوكل على الله أبدا دكتور. التوكل التام الذي أريد أن الإخوة المستمعين يعني يعقلونه تماما، أن تأخذ بالأسباب التي وضعت أسبابا للنتائج التي تبتغيها. هل يمكن أن يكون بواحد هذا نظام الكون سيدي؟ نعم. الله عز وجل لا يغير هذه الأنظمة لإنسان حتى لو كان مسلما، ولو كان مسلم، أما بغيرها للنبي كمعجزة، تغير كمعجزة. نعم. كسيدنا موسى ضرب البحر أصبح طريقا يابسا، هذه تعطل القوانين أو تبدل القوانين يغير إذا كان هذا لصالح الدعوة إلى الله. نعم. الله لما بيرسل رسول يقول أنا رسول الله، يكذب وقال الذين كفروا لست مرسلا، كيف يشهد الله له أنه رسوله؟ ضرب البحر سيدنا موسى طريقا يبسا، رفع يده بيضاء للناظرين، ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. خرق النواميس شهادة الله لأنبيائه ورسله أنهم أنبياءه ورسله، شهادة من الله، هذه الأنبياء خاصة. أنا بقول إذا أن هي معجزة للأنبياء أن يضرب البحر فإذا هو طريق يبس، أو أن يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه هي من الأنبياء معجزات، من المؤمنين كرامات. المؤمن له كرامة عند ما يخرق العادة والقوانين. نعم. كرامة، كرامة لكن لحكمة بالغة. أما الذي لا يطيع الله في الأخذ بالأسباب هنا في معصية صار، عدم الأخذ بالأسباب خروج من منهج الله عز وجل. نعم. فلذلك أنا أرى الإنسان يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الترتيب ترتيب يعني مقصود للأحداث دكتور؟ أبدا. يبدأ بالأخذ بالأسباب ومن ثم وكأنها كل شيء، لكن يبدأ بها دكتور. نعم. أنا حدثني أخ يعني هو في بالجامعة في الدبلوم أعلى من الليسانس. نعم. أقسم لي بالله العظيم أنه هو يعني هو سالك طريق الإيمان بأعلى درجة، في له قريب يقدم امتحان بكالوريا الثانوية، وفي ثلاثة أيام أربعة وخميس وجمعة الفحص السبت، فهذا القريب يعني ألح عليه أن يبقى معه ثلاثة أيام، وهذا الأول عنده مادة بالجامعة أخطر مادة اسمها علم نفس تربوي، والنجاح فيها 60% مو 50. فهذا قصة هكذا سمعتها من صادق. فهذا استعان بقريبه اللي هو طالب جامعي، هو معه يقدم فحص ثانوية، وجلس معه ثلاثة أيام متى ما حيلا ينجح بالفحص. المادة هي كتابين، أول كتاب والثاني، الأول قاري الثاني ما له قاري. أقسم بالله وهو عندي صادق يعني هو قدم عمل لله عز وجل ثلاثة أيام، فتح الكتاب على التعين إجا موضوع الذكاء بين اليوراسيا والمحيط، 8 صفحات قرأه بعناية بالغة، دخل الامتحان هو السؤال الأساسي الوحيد، أخذ علامة تامة. هي أشياء لا تروى بالإذاعة، رويناها غلط، بس بمعنى ذلك أنه أنت لما تعمل عمل عظيم لله تخدم عباده ما بينساك من فضله، ما بيضيع عليك شيء إطلاقا. لكن هذا لمن سار أصلا بالأسباب طبعاً. وحال هذا العمل الصالح، أما هذا العمل الصالح بس يبدو أنه الشخص فقير جدا. نعم. وبحاجة للدراسة. نعم. وهذا أستاذه عربية سبحان الله، قال له بدك تقعد معي ثلاثة أيام، قال لي قعدت معه ثلاثة أيام، إجا الفحص هو أيقن. نعم. ما بقى ينجح بهالمادة، لكن هو اسمها مادة علم نفس تربوي، مادة مهمة جدا. هو عادته يدرس ويجتهد طبعا مجتهد. نعم. هو بس. نعم. هذا عمل صالح كبير، قعد معه ثلاثة أيام ليل نهار.
فإذا هي القاعدة كما تفضل تقول الأخذ بالأسباب، وإن حال يعني لطارئ لعمل صالح فإن الله يجبر، يتولى الله المكافأة ساعة إلا. لكن مش إنسان ديدنه التقصير، أعوذ بالله ما بنال سيدي، وإن قام بعمل صالح أبدا لا ما له علاقة، هنا مقصر. في عنا قوانين ونظم. نعم سبحان الله، بتذكرت يعني استثناء. نعم. فأنت لما بتعمل عمل طيب كتير وتضحي بمصلحتك الشخصية، نعم، الله أجل وأكرم أن تضيع عليك هذه المصلحة. ونعم بالله رب العالمين. الله يفتح عليك يا دكتور. لابد لنا من المزيد في توضيح معنى التوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير مستمعين الكرام، ونعود بعد ذلك لاستقبال مشاركاتكم الهاتفية في موضوع الحلقة على 06-516-2020 وأيضا 06-516-2060. نستأذنكم شيخنا الفاضل مستمعين الكرام إلى فاصل، ونعود بحول الله وحديثنا تحت عنوان أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، كيف يكون تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون تمام التوكل على الخالق سبحانه وتعالى. وكنا قبل فاصل دكتور وضحنا قضية بلغة الأهمية، أن التوكل الحق وأن تأخذ بالأسباب كاملة وكأنها كل شيء بالترتيب، ثم أن تتوكل على الله فوحده الضار والنافع والمعطي لكل شيء. دكتور ووضحت أن التوكل هو أن تنسب الأمر إلى الله دون أن تأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب وحدها هي معصية، وعلى هالمفاهيم يعني مهمة اعتماد على غير الله صحيح. نعم نعم سبحان الله، هذه مفاهيم بالغة الأهمية. نذكر مستمعين الراغبين بالاتصال معنا على 06-516-2020 و06-516-2060. نبدأ دكتور بمشاركة مستمعين الهاتفية ثم يعني نتم في محاورنا. موسى أهلا وسهلا بك معنا باتصال هاتفي، نبدأ به مشاركات الجمهور، تفضل. أهلا فيك، الله يجزيك الخير أنت والعلامة الدكتور محمد راتب النابلسي. الله حيك رب إن شاء الله. أهلا وسهلا أخي موسى. يا سيدي الكريم، أنا بدي أحكي للشيخ عن الموضوع اللي كان يحكي بداية الحلقة. أنا سألت عن طبعا إلي قرابة بنت عمتي واخترتها كزوجة إلي بناء على يعني دينها وأخلاقها، تمام أنا بعرفها جيدا يعني، لكن اللي أنا أخذت فيه هو أنه يعني الوضع المادي شوي يعني سيء، تمام فهون أنا بكون ارتكبت معصية ولا يعني فوضت أمري لله، فما بعرف. الله يجزيكم كل خير. يعني أنت سؤالك باعتبار أن وضعك المالي ما كان مرتاح بشكل كامل، فقصدك الإقبال على الزواج بهاي المرحلة؟ نعم. تمام دكتور، الله يجزيك الخير، شكرا شكرا. تزوجت أما بعد يا موسى؟ طيب فقدنا موسى. دكتور هو أراد أن يتزوج فتاة صالحة من أقاربه لكنه ماليا غير مقتدر بالشكل يعني المطلوب. والله إيماني. نعم دكتور، من طلب الحلال أعانه الله عليه، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطلب الحلال وكان بالإمكان أن تفعل الحرام لكنك خفت من الله. أنا أرى أنه من سابع المستحيلات ألا يوفق هذا طالب الحلال إلى ما يغطي كل نفقات الزواج، هذا إيماني بالله. ألا يعتبر تقصير بالأسباب دكتور أنه أنا هو لأنه أحيانا بيكون في ضرورة للزواج، ضرورة شديدة، نعم، فمضطر أن يستعين بالله. الله كيف بيعين بهي له أسباب، يعني أنا في آلاف القصص. نعم. ما دام طلب الحلال. طيب أسأل فضيلتك دكتور، الأخذ بالأسباب في قضية التهيؤ للزواج هل هي بإني يتوفر عندي مبلغ المال ولا إني أسعى وأعمل بغض النظر ما الذي توفر؟ هو النقطة الدقيقة أن تبحث عن امرأة صالحة، هي أخطر شيء بالزواج. نعم. المرأة الصالحة يعني نعمة الله في الأرض، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. المرأة الصالحة حسنة الدنيا. نعم. المرأة الصالحة إذن حسنة الدنيا. إذن أول قضية شيخنا هي أن يبحث عن الزوجة الصالحة. نعم. ثم أن يتهيأ بالحد الأدنى ماليا وليس بالحد الأعلى. لا الأدنى، الأدنى. حد يعني لو كان يعمل دكتور وعمله بسيط نقول هنا قد أخذ بالأسباب. والله عندي 100 قصة هذا الذي أخذ بالأسباب بقدر ما يستطيع، والحاجة إلى إتمام الزواج يحتاج مبلغ ما لا يستطيعه يعان عليه. والله جميل سبحان والله. وأظن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ثلاثة كان حقا على الله أن يعينهم، منهم ناكح يريد العفاف أبدا خذها الله حقا على قصص نفسه. قصص الإنسان يدهش لها والله. إذن حتى يسمعون الشباب دكتور، التوكل أن تعمل ضمن طاقتك. نعم. سواء وصلت أو لم تصل إلى مرحلة تغطية التكاليف ربنا يجبر. يعني صاحب مكتبة بالشام، يعني فتاة في ريعان الشباب متفلتة، وقفت أمام المحل يعني أغرته أن يتبعها، تبعها هي القصة منه سمعتها.
قام شعر انه حاجج مع والده، هو كان شاب معقول يغلط في، كان ترام قديما بالشام، ترام، طلع على الترام. ما هو الترام دكتور؟ ترين يعني، كان في قطار، حافلة كهربائية ضمن المدينة كانت تمشي على سكة. تمام. كهرباء. يقسم بالله العظيم بعد يومين جاء شخص من وجهاء الحي، قال له يا ابني انت متزوج؟ قال له لا يا سيدي. قال له بعت والدتك لعنا. شو توها مسكين انه هذا عنده بنت كاسدة لا تعجب، فدفعه اليها. لما راحت امه ما صدقت، بنت فتاة جميلة جدا وابوها غني كبير. قال له طبعا، قال له مناسبة جدا. قال له شو المهر؟ قال له مو شغلك هاد. اقسم بالله امن له بيت وحطوا عنده موظف، أبوه تاجر كبير، أبوها سبحان الله. قول يا رب طلعت من محلك التجاري وتبعت فتاة ثم خفت من الله وعدت لمكان آخر. ثاني يوم شيء لا يصدق، قال لك كلمة ثانية، يمكن أجمل ما في الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه. الله. أجمل شيء بالدين، أنت خفت، خفت مني ورجعت ولم تتابع المعصية. سبحان الله. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أقسم لك بالله زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا له وأنت بحاجة إليه خوفا منه، ثم لا يجبر خاطرك الله أكبر في هذا الموضوع. الله أكبر. هذا إيماني والله. الله يفتح عليك. ما عندي شيء بحياتي نغضه أبدا. الله يفتح عليكم يا دكتور محمد. من جديد إلى مشاركات مستمعينا، أبو البراء مرحبا بك معنا. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. سلام فرضك يا تعافي عمرك، تفضل يا أخي. الله فيك وبارك الله في الدكتور على هذا البرنامج الطيب المبارك. الله يبارك فيك. أستاذ نديم، أعتقد أن الحلقة هاي يعني الموضوع شيق وشائك وطويل ولا تكفي حلقة له. صحيح. التوكل على الله يعني هي للتذكير فقط، ولا شيخنا ما شاء الله يعني علامة في المواضيع كلها. يقول ابن تيمية أن التوكل على الله هو نصف الدين، والنصف الثاني هو العبادة. عبادة وإنابة واستعانة، بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى ابن عباس لما كان رديفا له قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك لابد أن يكون للإنسان المتوكل على الله واضع كامل الثقة بالله سبحانه وتعالى ومفوض أمره إلى الله ومحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن فضيلة الدكتور، الله يكرمك يا أبو البراء، تأذن لبس حتى نأخذ جولة من المشاركات من كل المستمعين. شكرا جزيلا لك يا أبو البراء، بارك الله فيك لكلامك الطيب. أم مراد أهلا بك معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم مراد. جزاكم الله كل خير. وإياكم إن شاء الله. بدي أستفسر من الدكتور، إحنا لما الواحد بأخذ الأسباب على سبيل المثال بالنسبة للزواج، إذا مثلا خاطب لبنت من بناتنا مثلا، واحد سأل وأخذ كل الأسباب وبالآخر بصير مثلا خلاف، هل يعني هذا أنا مؤمن إيمان يقيني أنك إذا أخذت بالأسباب في موضوع ما وشاءت حكمة الله ألا تحقق هذه الأسباب، اعلمي يقينا أن هذا الشيء برؤيتك المحدودة لا يصلح لك فصرفه الله عنك. هذا المؤمن. هي ضربت مثال دكتور بالزواج، جاءها خاطب لبنتها، أخذت بالأسباب بكل شيء وسألت وتوكلت على الله، بعدين ما وافق، أو عفوا وافق وتم النصيب ولم يكن خير، يعني كان مثلا سيئا مع ابنتها، كيف يوفق الإنسان بالفهم أنه وكلت الأمر لله لكن النتائج كانت سيئة؟ والله حل كلمة دقيقة بس أوسع من هي. هي مقولة تصلح للإجابة عن أي سؤال بالدين. نعم. كل شيء وقع صار شيء حادث. نعم. في العالم بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله. ما معنى أراده؟ لا تعني أبدا أنه أمر به، ولا تعني أبدا أنه وافق عليه، لكن سمح به. كيف؟ أب تزوج ولم ينجب إطلاقا، بعد 10 سنوات أنجب طفل آي في الجمال، تعلق به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الطبيب الأب أن هذا الابن الذي تعلق به معه التهاب الزائدة، فهذا الأب الطبيب يسمح بتخديره التخدير الكامل وشق بطنه واستئصال الزائدة.
فكل شيء وقع أراده الله بقابلة معكوسة، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. معنى الحكمة المطلقة الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم. أول نقطة، الشر المطلق لا وجود له في الكون لأنه يتناقض مع وجود الله. ونعم الله. في شيء سلبي أو شر موظف للخير أبدا. طيب هل إذا توكل العبد على الله يقينا سيكون نتيجة هذا السلوك دنيويا خير، ولا يمكن أن تكون مشرب حكمة مشرب الله باتجاه آخر؟ قد يكون توكل على الله وفق الأصول، نعم، وأخذ بالأسباب، نعم، وشيء ما تحقق، بيكون بعلم الله، لحكمة من الله، لا يصلح له هذا الشيء. ولو حصل هذا الشيء وكان فيه شر لإلي دكتور، ما يعني في تجارة توكلت على الله وأخذت بالأسباب وخسرت فيها، نعم، كيف يمكن أن أفسر ما الذي يحصل معي هنا؟ أنا سيدي مؤمن أن المؤمن، عفوا، أنا مؤمن أن المؤمن، نعم، راض عن الله في السراء والضراء، نعم، وقالوا يعني سرورك بالمصيبة أعلى درجات التوحيد، بتعبير أدق، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات التوحيد. ونعم بالله. الرضا بمكروه القضاء شيء ما بيعجب، بس أنت مؤمن. هالبنت أعجبت بها كثيرا وأهلها كما تتمنى ما وافقوا، عندها في حكمة، هذه الحكمة بإيماني لا بد من أن تراها بعد حين، أن ترى تلك الحكمة، أن ترى الحكمة من عدم موافقة الأهل. الله يفتح لك يا دكتور. أبو عمر باتصال جديد، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا أبو عمر، وجزاكم الله كل خير ونفع في علمكم وبركتكم إن شاء الله يا رب. تفضل يا أبو عمر. سيدي أنا بس حبيت أتشرف طبعا وأدخل في مداخلة بسيطة، تجربة شخصية أنا مريت فيها. كنت أشتغل في أحد البنوك تقريبا 5 سنين، وعقدت النية لله أني أترك البنك وابتغاء وجه الله، والحمد لله ربنا أكرمني بأكثر من وظيفة في نفس الوقت. وبعد سنة تماما ربنا بعث لي شغل 8 أضعاف راتبي برا بالإمارات. 8 أضعاف، سبحان الله، 8 أضعاف الراتب. والحمد لله أنا رجعت الأردن بمنصب أعلى من اللي كنت فيه بالإمارات كمان، ولله الحمد، سبحان الله. يعني تركته فعلا ابتغاء لوجه الله. بس مداخلة تأكيد إذ هذا تأكيد لما قلته، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. بس التعليق في دينه ودنياه، ما دام هو معصى الله بقي خطه مع الله ساخن في دينه، ودنياه جاءه خير مما تركه. سبحان الله. طيب دكتور، بعض الحكايات لأشخاص مثل أخونا الفاضل أبو عمر، كان يعمل في بنك ربوي، ترك هذا العمل وجلس 6 شهور وجلس عام ولم يجد عملا آخر، كيف يمكن أن نفسر ما الذي يحصل معه هنا دكتور؟ إذا هو توهم أنه أنت بمجرد ما بتترك هالعمل، نعم، هتلاقي عمل بأضعاف مضاعفة، ما نعم عاد في مؤثر لله، سبحان الله، لابد ما يجي بعد العمل حرمان فترة طويلة. هذا الامتحان، يعني يمكن ربنا أن يكافئه مباشرة ويمكن أن تتأخر مكافأة وعوض الله. الأغلب تتأخر لأنه لو أجت رأسا ما عاد بقى حدا يعني بيتاجر مع الله تجارة، بس مو عبادة. سبحان الله. العبادة غير التجارة سيدي. سبحان الله. أنت عارفان إذا كان تركت هالوظيفة دخلها محدود حيجيك 10 أضعاف، لا مباشرة حتصفى بذا شغل شي شهر شهرين ثلاثة، لابد من مرحلة تأتي بعد المؤاسرة. كيف يكون التوكل في هذه المرحلة النفسية الصعبة هو دكتور؟ من هون بقى تبدو ثقة بالله عز وجل، تركت هذا لله فأنا راضي، حتى لو أنه انقضى أجلي قبل أن تتحقق هدفي، كتبت الآخرة. نحن الآخرة مو داخل بحسابات الناس بصراحة، يؤمن الناس يؤمنون بها إيمان شكلي، أما في آخرة في أبد سيدي. لما إنسان يعني تضيع عليه بعض الدنيا من مواقفه، يعني بيكون في ظرف في فساد كبير، الحرف التي دخل كبير ما صحت له، هو ما بيقبل رشوة مثلا، نعم، بيجي الربح من الرشوة، موظف مثلا جمرك بده رشوة، ففي وظائف أساس الربح فيها هو مو المعاش الحقيقي، الدخل الإضافي للأسف للبعض، نعم، نعم. فإذا واحد ترك العمل اللي فيه دخل كبير بس بشكل غير مشروع، وحيبقى على معاشه الصغير، لو فرضنا وافته المنية قبل أن ينتقل لعمل آخر مثلا، في جنة للأبد،
الله عفوا دقيق كلامي، يكافئ بعض المحسنين في الدنيا بعضهم تشجيعا للآخرين، ويعاقب بعض المسيئين تحذيرا للآخرين، ولكن الحساب الختامي اليقيني يوم القيامة. سبحان الله. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سبحان الله. دكتور ما العلاقة؟ لا قبل، لماذا الإنسان بيوم القيامة يعني يطلع على أهل النار لا يدخلها، وإن منكم إلا واردها؟ الورود غير الدخول، الدخول ما في خروج منه وما هو منها بمخرجين، الورود غير الدخول. ففي مرحلة قبل الدخول للجنة تطلع بها على أهل النار، ترى كبار المنحرفين كبار الطغاة أين هم، حتى ترى عدل كي الله تتأكد من عدل الله سبحانه. لأنه عفوا أسماؤه كلها في الدنيا محققة إلا اسم العدل محقق جزئيا. في طغاة لهم جنازة غير معقولة، طيب وين بقى صف العدل؟ عاش عمره كله طاغية ومات بجنازة أحلى جنازة. من أجل أن تتأكد من عدل الله لا بد من أن يرد المؤمن النار، وإن منكم إلا واردها. واردها يعني يزورها زيارة. ممكن مثلا يجي ضيف من دولة عظمى إلى بلد عربي، وزير داخلية يستقبله وياخده على السجن يفرجي الحضارة بالسجن، إنه كيف في غرف مهيئة للسجناء. هو مو القصد هذا الوزير الضيف جاي ينسجن، هذا ليس سجينا، هذا جاء ليرى المظاهر الإيجابية في السجن. فورود النار للمؤمن بالآخرة غير دخوله. سبحان الله. الورود يعني زيارة النار ليرى عدل الله المطلق ونعم الله، ليتأكد من هذا الاسم المحقق في الدنيا تحقيق جزئي. سبحان الله. دكتور في آخر دقيقة معنا في البرنامج، التوكل الآن دكتور هو شيء قلبي يقيني؟ طبعا قلبي يقيني. أن تأخذ السلوكي اليقيني، الفعل بيد الله، والمعطي هو الله، والمنع هو الله، والمعز هو الله. كيف أعزز هذا الإيمان في القلب أن أوكل أمري حقا لله؟ يجب أن أتفكر في خلق السماوات والأرض، لأنه هذا الإيمان بالله يحتاج إلى تفكر. والدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر طريق معرفة الله عز وجل، إن عرفت الله عرفت كل شيء. فلذلك المؤمن واثق بوعد الله، واثق لو تأخر، لو وافته المنية ولم يحصل، راضي عن الله ونعم بالله رب العالمين. نشرع بدعائنا في ختام هذه الحلقة دكتور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، بفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم في الشام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.